شفنا فريقين من أدوا كلش في المقابلة من اللي فريق من جد وجد في طالب اللي كان عندهم رغبة كبيرة طبعا هذا شيء عادي في شكل المقابلة. يقول السيناريو اللي يشكل في بداية المقابلة هي خروج اللاعب بن شاوي يعني 10 دقائق في بداية المقابلة باللي صعب علينا شوية طبعا. لعبوا 10 ضد فريق اللي ربما يفوت في مرحلة لا بأس بها من ناحية الأمريكان. هذا الشيء اللي خلينا ربما نغيروا من منهجية اللعب تاعنا. كملنا الشوط الأول نظن باللي متعادلين 0-0. سيريو دي زي بيطاح حاول باش ان باش نخلي اللاعبين يفضلوا حاجه واحده تكون انهم يحاولوا يحتفظوا بالكره بس ما يحتفظوش بالكره نقدروا نتعبوا فرط 9 دقائق او الفريق الخصم ما يقدرش حتى ربما يتعب باش يجيب الكره. ولهذا كانت عندنا فرص ربما في الخروج في هجمات المعاكسه على اثر من اللي سجلنا هدف ما عرفتش نحب عليه بس كنا نجازفها وجات تمتم قعدنا في هذيك الفوري خاصة وين حسيت بالفريق الخصم في بعض الأحيان فقدوا التركيز وجعلوا طبعا الضغط ضيعوا الكرة سهلة هذا كان شيء كان بصراحة لكن الهدف تاعهم اللي ربما تسجل علينا وإحنا أون بلاس هذا هو المشكل اللي ربما ما تقدرلوش السنة ديالنا سجلوا عليك هدف ربما في هجمة معاكسة ولا في ربما الفريق ما يكونش متمركز نقدر نتفاهم ولكن في لقطة من كنا ربما بلاس غير هدف تعادل ضمن اللاعبين مشكورين صراحة يعني نشكرهم على المجهودات اللي بذلوها ما ننساش سيرتو سي بلون ديفونسيف جراو بزاف خدموا بزاف هذا شيء واضح يعني النقص العددي خلينا ربما في بعض الأحيان نوليو نركزو ما نقدروش نديرو بريسين لفوق زيد على ذلك ربما الهدف الثاني والغياب مش عارف أنا ما نقدرش نحكم ولكن على العموم نقطة في وجدة تعاوننا من الناحية المعنوية ونبقى ربما نقول نعاود نقول مازال يخصنا نعمل كثير.